للحديث عن عملية مرحبا 2018 نربط الاتصال بالسيد حسن عبقري مدير ميناء طنجة المتوسط. سيد عبقري، ما هي الإجراءات المتخذة على مستوى ميناء طنجة المتوسط لإنجاح عملية مرحبا لهذه السنة؟ شكرا. أولا، على غرار السنوات الماضية ميناء طنجة المتوسط قام بالاستعدادات اللازمة لاستقبال أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهذه التهيئة كتبدأ أولا بالتنسيق مع كل الفعاليات وعلى رأسهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، اللي كتقوم بالتنسيق ما بين كل الإدارات اللي هي الأمن الوطني، الجمارك، السلطة المحلية، الصحة العمومية إلى آخره. بالنسبة للميناء فهذه السنة تم إضافة مسح ضوئي لتسريع وتيرة التفتيش الجمركي عند الدخول والخروج، كذلك تفعيل كل نقاط التفتيش لختم الجوازات للأمن الوطني اللي كيبلغ العدد ديالها 32، وكذلك طبعا عمل الصيانة العادية وإضافة مرافق داخل الميناء ارتقابا للذروة، فترة الذروة، وإضافة مناطق مسطحة مضللة بالنسبة للمسافرين في كل نقاط الانتظار، كنقطة مثلا ختم الجوازات أو نقطة ما قبل الانتظار قبل الولوج للبواخر. عملية مرحبا 2018 دخلت أسبوع الثاني، سيد عبقري، ما هو تقييمكم لسير العملية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية؟ نعم، هذه السنة نظرا لبداية شهر رمضان في عملية العبور، أي الخامس من يونيو من بدأت عملية العبور، كان السيولة جيدة جدا حيث العدد ديال المسافرين لم يتعدى 3000 مسافر يوميا، وبالنسبة مقارنة مع السنة الماضية فالكم مشابه جدا مع هذا الاختلاف طفيف، تقريبا 2000 مسافر كفرق ما بين الأعداد ديال المسافرين اللي دازوا هذه السنة والسنة الماضية، وارتفاع معنوي بالنسبة للعدد ديال الحافلات اللي عبرت عبر طنجة المتوسطة هذه السنة، واللي بلغ 25% مقارنة مع السنة الفارطة لنفس الفترة. سؤال أخير سيد عبقري، هل قربتنا من الطاقة الاستيعابية للبواخر وأوقات الذروة المتوقعة هذه السنة؟ هذه السنة كما كتعرفوا عيد الأضحى غادي يكون إن شاء الله في أواخر شهر غشت أو العشر أيام الأواخر ديال شهر غشت، مما ينبهنا إلى واحد الفترة ديال الذروة غادي تكون في نهاية شهر غشت. الطاقة الاستيعابية اللي توجدات هي 36,000 مسافر يوميا، مع الإمكانية للاستعانة باخرتين إضافيتين إذا دعا الطلب، الوصول تقريبا 40,000 أو 41,000 مسافر. يجدر الإشارة أن منذ تقريبا أكثر من ثلاث عقود أو ثلاثين سنة المغاربة المقيمين بالخارج ما جاتهمش الفرصة باش يعيدوا في بلادهم، باش يدوزوا عيد الأضحى في المغرب، إذن المرتقب باش يكون واحد العودة مكتفة في الأسبوع الأخير من شهر غشت إن شاء الله. سيد حسن عبقري مدير ميناء طنجة المتوسط، كنت معنا مباشرة من طنجة، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات.